صباح الخير متابعينا الكرام، متابعة الإجراء في مصر في كل مكان. احنا مع حضراتكم هنا من أمام محكمة جنايات القاهرة اللي بتنظر اليوم ثالث جلسات محاكمة سفاح التجمع. طبعا يعني أول امبارح كانت ثاني محاكمات جلسة سفاح كانت ثاني جلسة لسفاح التجمع. طبعا الجلسة كان فيها كواليس كتير وتفاصيل صادمة جدا. في البداية المتهم وصل وسط تجهيزات أمنية ومأمورية خاصة، الحرس دخل معاه لحد قفص الاتهام، بعدين دخل معاه لحد غرفة المداولة. اتفاجئنا بالحرس، عفوا فريق الدفاع خارج ورفض يضلي بأي حاجة ورفض يصرح بأي شيء، ولكن قالوا ان هم تنحوا عن الدفاع عنه. تواصل تلجراف مصر امبارح مع فريق الدفاع عشان يعرف سبب التنحي. السبب كان صادم جدا، السبب وهو ان هم شافوا فيديوهات اللي هي الأحراز شافوها خلال فض الأحراز. الفيديوهات ما هي إلا عبارة عن فيديوهات لتعذيبه لضحاياه وممارسة الرذيلة معاهم، بالإضافة لفيديوهات للعثور على جثامين الضحايا. طبعا فريق الدفاع كان أول مرة يشوف الفيديوهات دي، فاتصدم جدا جدا أول ما شاف فيديوهات فض الأحراز، خاصة أول ما شافوا جثامين الضحايا أو الضحيتين بالذات رحمة وأميرة. شافوا الضحايا جثثهم عارية من الملابس، كمان منتفخة ومتعفنة. كمان أقول لحضراتكم النهاردة ثالث جلسات محاكمة سفاح التجمع. الجلسة النهاردة طبعا في تجهيزات أمنية بمحيط المحكمة، بالإضافة لي إحنا تواصلنا مع الموكل بالدفاع عنه من الأسرة، محامي الأسرة قال لنا إنه جاي النهاردة ومعاه كتيبة من المحامين للدفاع عن سفاح التجمع، وهم 5 محامين هيقوموا النهاردة بالدفاع عنه أمام هيئة المحكمة. النهارده احنا مش عارفين الجلسه هيكون فيها ايه، ولكن بالتاكيد هيكون فيها تفاصيل وكواليس كتيره. احنا زي ما قلت لحضراتكم امام محكمه الجنايات اللي بتنظر اليوم ثالث جلسات محاكمه سفاح التجمع. اول جلسه يعني ما تتقارنش تماما بتاني جلسه، لان طبعا اول جلسه كانت صعبه جدا، تاني جلسه كانت سلسه شويه. صعبة جدا في ان كان في تجهيزات امنية ومأمورية خاصة حراسة معاه حتى داخل القفص، وده بيدل على خطورته الشديدة جدا، وكانوا خايفين طبعا لا يهرب لانه مجرم شديد الذكاء ومتهور جدا، وتصرفاته بالنسبة له بتبقى بيعتبرها انها محسوبة، ولكن بالنسبة للي حواليه يعني طبعا تصرفاته بتبقى صادمة. أول جلسة كان ممنوع فيها التصوير، ممنوع الحضور إلا فريق الدفاع فقط. تغيبت أسرة سفاح التجمع عن الحضور النهاردة، وامبارح برضو تغيبت أسرة المتهم عن الحضور، وده يعني إحنا كلمنا والدة سفاح التجمع وتحدثت لأول مرة إلى تليجراف مصر وقالت كده بالظبط: أنا ما كنتش قادرة إني أحضر أول جلسة لي وأشوفه جوه القفص، ومش هقدر احضر اي جلسه ليه محاكمته. بتقول ان هو تعبان جدا، وقال لها ان هو تعبان وطلب منها انها تخرجه من السجن في اسرع وقت، لان المكان صعب قوي عليه ومش قادر ان هو يتحمل الوضع ده. الكلام ده قاله لها لما زارته بعد جلسته باسبوع في محبسه باسم التجمع الاول. امبارح تواصل تليجراف مصر وتحدث اليه شقيق سفاح التجمع نيبال، وقال لنا ان هو بعيد عن شقيقه بقاله سنه وشويه بسبب خلافات ما بينهم، وهو بعيد عنه وعن مشاكله، بالاضافه لان شقيقه يعشق الاختلاف، وقال ان اكيد بيرجع طريقه قتله لضحاياه دي، وهو اختار الطريقه دي بالذات وعمل المشاكل دي بالطريقه دي وقتلهم بالطريقه دي والقى جثامينهم بالشكل ده لانه عاشق للاختلاف منذ صغره. طبعا النهارده زي ما قلت لحضراتكم ثالث جلسات محاكمه سفاح التجمع. هنخش دلوقتي الجلسه وهنرصد لحضراتكم، تابعونا التفاصيل عشان احنا هنرصد لحضراتكم الجلسه كامله منذ البدايه وحتى النهايه، وهنحكي لكم تفاصيل وكواليس الجلسه. كنت انا معكم خلود طارق من تليجراف مصر، شكرا لمتابعتكم.